كتب على عبادي الفناء وكتب لذاته البقاء. كل شيء هالك إلا وجهه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاءنا كل شيء، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء. فكل شيء هالك إلا وجهه، هو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء. إن إلى ربك رجع وأن إلى ربك المنتهى، ألا إلى الله تصير الأمر. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء يعني ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض فيهم حكم، عدل فيهم قضاء، لا مبدل للكلمات ولا مغير لسببه. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق الأرض عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصلاة، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد استمعت هذا الكم الكبير من آيات وختام سورة القصص، وبعد أن ذكر الله ما فيها من قصص يعطينا من أول ما بدأ الشيخ يتلو خلاصة الخلاصة لمن شاء أن يعقل أو يعي حقيقة أمر وحقيقة مصير يوم أهله. فقال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة، أموالنا، أولادنا، نساءنا، وظائفنا، أعمالنا، أجسامنا، جوارحنا، كل هذه متع زائلة وكلها ذاهبة، ولا شيء من ذلك. متاع الحياة الدنيا، وسموه متاع، والمتاع ما يحتاجه المسافر في رحلته. ووصف النبي هذه الدنيا بوصفين، الوصف الأول حين وصف حالنا في عمر الزمن، ماذا كنا في الأزل، من الأزل إلى قبل 100 عام ما كنا من واحد حي، ووجدنا في مرحلة لا تذكر في عمر الزمن، وبعد 100 عام من الآن لن يبقى منا أحد حي، وإلى الأبد أقدار الله جارية. فمن الذي أدار الأمر قبل مجيئه؟ ومن الذي يدير الأمر بعد رحيله؟ بل بين أن أرواحنا التي بين جنباتنا لم تخلق مع الأرض، بل خلقت مع بدء الخلق، وستبقى إلى آخر الخلق، خلقت في الأزل وستبقى إلى الأبد، خلقت مع خلق آدم، وأخذ الله عليها الميثاق مع آدم
ليلزمها حجته إلى الأبد. قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح بيده على ظهره فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى آخر الساعة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ وتلا النبي الآيات التي نص عليها الحكيم العليم وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا عذر أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا القبر وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فأرواحنا مع الأزل خلقت أو إلى الأزل خلقت أو في الأزل خلقت وظلت في عالم الذر حتى أزل الله مرور في الأرض. مرور عرض في عمر الروح أرواحنا ليست أرواح غير وحدها. الأمر لا يتعلق بغيرنا بل بنا وبغيرنا. أزل الله بمرورها في الأرض في وقت عارض قليل جدا في عمر الزمن الذي كان. كم أعمارنا؟ 60 عام؟ وهل تقاس أعمار الزمن بـ60 عام؟ من الأزل ليومنا هذا كم عمر الزمن؟ وكم عمرنا فيه؟ ومن الآن إلى الأبد كم عمرنا في عمر الزمان؟ لا عمر لا عمر لا عمر يذكر. أذن الله بمرور في هذه المرحلة فإذا أذن الله بانتهائها سلب أرواحنا ورفعها إليه لتمضي في رحلتها إلى الأبد. والذي يموت فينا ليس نفس الأرواح لا تموت. الذي يفسد أبداننا لتدفن تحت التراب. هذه المرحلة الصغيرة يشبهها الحبيب فأقول ما لي الدنيا والتعلق بها وجعلها أكبر همي ومبلغ علمي وغاية سعي وهدفي في حياتي كارثة والله كارثة. ما لي والدنيا النبي يتبرأ من هذا. مالي والدنيا مالي والتعلق بها إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة استظل بظل الشجرة ثم رحل عنه. هذه الدنيا مرحلة ظل في الطريق. وفي الحديث الآخر يشبهه فيقول الدنيا قمطرة الآخرة شبهها بكبري بين الأزل والأبد. فهل رأيتم عاقل يأتي على قنطرة أو كبري أو جسر ويقول ما أحلى الإخامة هنا نبني لنا مسكنا نعمرها هنا؟ لو فعل هذا إنسان بما يتهم الناس بالجنون أليس كذلك؟ ماذا نفعل نحن الآن؟ كلنا على الجسر كلنا على القنطرة وكل همنا كيف نعمر قنطرة وننسى أننا ضيوف وأننا جميعا روح شئنا أم أبينا رضينا أم كرهنا لا يجري الله قدره برضانا ولكن يجريه بتدبيره. والآية تفصل الضلوع آية خلف آية وما أوتيتم كل ما أوتيتم فمتاع الحياة الدنيا. متعة هذه اللحظة لحظة الظل أو العبور. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى. الذي أعطاكم هذه العطايا وأسمر عليكم هذه النعم في الدنيا ماذا تظنون به؟ هل يعد عباده الصالحين بجلال ونعيم ويعجز عن وفائه؟ الذي أعطانا هذه النعمة وأسبغها كيف نتصور عطاءه الذي وعد به أنه يفوق الخيال؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
خيالات لا تلقى على شيء، لا تلقى على شيء لتدرك أي شيء مما ادخر الله لعبته. وما أوتيتم من شيء فمتاع الدنيا وزينتها وما عند الله خير للذين آمنوا خير وأبقى أفلا تعقلون. أين عقولنا؟ كم واحد منا جعل همه هدف وآخرته؟ كم واحد منا جعلها نصب عينيه لا تتم عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا أكبر همي، اسمع النتيجة، فرق الله شبدا، لا يأتلف قلبه مع الناس ولا ألف الناس ولا ألف الناس، فرق الله شملا عقوبة، وجعل فقره بين عينيه، ولو جمعت له كنوز الدنيا، ولو جمعت له كنوز الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. وهذا المثال بقوله أغنى أهل عصره، أغنى أهل عصره، رب يصف كنوزه يقول: ما إن مفاتحه، مفاتح الكنوز مش كنز في صندوق صغير، ده عمارات ضخمة كل غرفها ملأت بذهب. مفاتح الكنوز تنوء بالعصمة والقوة، يبقى 10 رجال نحملهم مفاتيح لسقطوا بها في الأرض من كثرتها. مفاتيح الكنوز بس كل شكلها ايه؟ إذ قال له قومه: لا تفرح، اللي فرحان بنفسه وبدنياه وبماله وبجاهه وبسيارته وبزوجته، الكلام ده كله كارثة كبيرة جدا أن نجعل هذا كلها في نعمة الدنيا وكأننا لسنا عبيد له، وكأننا لا لقاء لنا مع هذا الرب، وكأننا لن نحشر إليه، وكأننا لن نساق إليه قهرا، ولن نقف بين يديه قهرا، ولن نلقى مصيرنا قهرا. اعلموا هذه الحقائق. إذ قال القوم: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله، وهذا نص لكل البشرية، كل طالب هذا. أعطانا الله الدنيا لنجعلها سبيل الآخرة، لا نجعلها غاية، لا نجعلها غاية. هذه كارثة كبيرة جدا، أن نجعل كل هدفنا ناكل ونشرب نتفسح نتنزه، وبعدين ماذا أعددنا لمصيرنا؟ ماذا أعددنا لساعة العرض على ربنا؟ يا ترى في كل موقف من مواقف يوم القيامة سنرجع لسنا؟ أم الأمر لا يدخل لنا ببال؟ ولا نفكر لا في المصير ولا في المآل؟ هذه كارثة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك في الدنيا. ما قال أحد إن أعطاك الله النعم حتى تبيدها، لا، خذ نصيبك، لكن اجعل حظك وهمك الأكبر في آخرتك. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همي فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة أكبر همي جمع الله شمله، حببه لعباده وحببه لعباده، جمع كل أهل الحق حوله وجعل غناه في قلبه. حر الدنيا قال: وأتته الدنيا راغبا، لن يتركه ربه، لن يتركه ربه ولن يحرمه الدنيا، فأي الطريقين نريد وأي المنهجين نسلك؟ هذه كارثة. وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا زينتها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ثم يعقل: أفلو وعدناه وعدا حسنا، من الذي وعد؟ رب العالمين يعدنا الجنان ولا نلتفت لوعده، يعدنا الجنان ولا نستهدف وعده، يعدنا الجنان ولا نفكر لحظة في هذا الوعد ولا نعد له عدته. كارثة.
أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. رب يقطع فهو لاقيه، يقينا لاقيه. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. متعت وسابك تاكل تشرب، وبعدين هتروح فين؟ هتروح فين؟ وربنا بدا يسأل سؤال يشين في سورة شية بات رسول الله. لما شامت رأسه سأل ما شامت رأسه؟ قال هودي وأخواته، هود وأخواته الحق الواقع والمرسلات والنبأ والتكوير. يختم الله التكوير بكلمتين: فأين تذهبون؟ كلكم رايحين فين؟ كلنا رايحين فين؟ من منا من المصير يفر؟ وهل ترك الله لنا وماله يعني الإهمال حسب خلاص؟ ولا يقينا سلب غيتنا الموت؟ من منا له سبيل في الفرار الموت؟ قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أخذ بكل الأسباب نهر الموت والنائم والموت والموت والموت. أفهم؟ هو اللقاء مش الموت النهاية. ليت لو كان نهاية كنا الناس بتستريح، لكن ليست النهاية بل البداية، بداية الرحلة. وكيف يستريح من عصى الله في ملكه؟ كيف يستريح؟ كيف يروح ربه وقد أخلف وعده وكفر بوعيده؟ كيف يستريح؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللي توعد بعقوبة في الدنيا قبل الآخرة ده عنك إنه أعطاه شيء ما، لكن انظر لحقيقة حياته. رب العباد يقول: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. اللي هيرفض اللي يكذب بلقاء الله وبوحي الله وبوعد الله وبوعيد الله هذا مصيره في الدنيا قبل الآخرة. فهم في أمر مريج، يعني أمر مريج. تشبيه ربنا عجيب، يشبه كل اللي كذب بالحق ومش عايز يفكر فيه، شبهه بالواقف على أرض طينية واحدة والوحى الغاصة فيها يستريح على جانب، يريح وقوفه، يريح جلوسه، يريح نومه، يريح مشيه، يريح جريه. أي أمر يريح؟ هتقول وضع واحد في الواقف في طينة واحدة يستريح فيه، بل كل حركة تزيد وحدة، بل كل من اقترب منه وحده معه. ما ينفعش حد يطوزه، اللي حاول يطوزه هيغرق معه. كارثة. والناس عنا في غيبة، ناس في توهان، يطلع مصيبة دخل في مصيبة وعامل نفسه البطل المهوار والزعيم الملهم والقائد وصاحب الأموال وصاحب الثروات، وتلاقي حياته ذل في ذل وعذاب في عذاب، وكلما مال على جانب ابتلي من جانبه، ولا يفكر لحظة أن له ربا هو الذي أوقع به ذلك. فهو في أمر مريج. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة المحضرين. جاي هيروح فين؟ أغنى الأغنياء هيروح فين؟ قالوا روح فين؟ قالوا روح فين؟ رب يصف مشهد يقول: فخرج على قوم في زد. بل اللي قال له اتخذه وحذروه وابتغي فيما تقبل دارك الآخرة وأحسن كما أحسنها إليك. النعمة اللي أنت فيها دي إحسان الله لك، مش بمزاجك ولا بشطارتك، ده إحسان الله عليك. أحسن كما أحسنه إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، فعد تركيه الإحسان لعباده إفساد في أرضه، إفساد في الأرض. لو كل غني استغنى بماله وضيع الفقراء اللي حوله سيسأل عنهم، الجائع واللي مات من الجوع. مسألة سهلة: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيت على علم عندي. رب العباد يعبر يقول: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أين كنوز قارون من كنوز عاد اللي كان أفقرهم مليونير؟ بل ملياردير أفقرهم، أغنام شكله زمانهم سنهم.
واتقوا الذي أمدكم بأنعام ثروة حيوانية رهيبة جدا، وبنين ثروة بشرية رهيبة جدا، وجنات ثروة زراعية ملهاش حد، وعيون ثروة مائية بالحدود لكل واحد. أفقرهم ملياردير، أغناهم شكله إيه؟ أين ثروتك من ثروتي؟ صفر على الشمال. راحوا في أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قارون؟ لذا يقول تعالى في أخرى: أفرأيت إن متعناهم سنين، سنين متع شوية. وبعدين ثم جاءهم ما كان بعده. جاء الموت وجاء المصير، فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل المتع تمنعهم من الموت، تحجبهم عن لقاء الرب، تمنعهم من سؤاله وحسابه، تمنعهم عن عشره لهم وعقابهم في يوم القيامة. أروح فيه؟ أفمن وعدناه وعد الحسن فهو لقيه كمن متعناه متاع الحياة ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ فين الساسة والسادة اللي كنتم تركنوا إليهم وتؤملوا أن تأتيكم الدنيا من قبلهم؟ وكل واحد عمال يتوسل لده ويتقرب لده ويرشي ده عشان يفتح له سكة. أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أين حفيظ؟ بل كرر هذه العبارة دي. جاي في هذا الموقف يقول أين شركائي؟ في موضع ثاني أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. هاتوا برهانكم. إيه اللي أنتم هبرتوه في الدنيا؟ إيه اللي أنتم عملتوه؟ إيه اللي قدرتوه للآخرة؟ ماذا نقول لربنا غدا؟ قدمنا الآخرة؟ مصيبة كبيرة جدا. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول، أي حق عليهم قول بالعذاب والعقاب. قال الذين حق عليهم قول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، الساسة والسادة والقادة اللي أكرهونا أن ننسى آخرتنا طمعا في دنيانا. ربنا يصفهم هذا الوصف العجيب، ماشي قال الساسة وقال قال الذين حق عليهم القول بعذاب الله والنكلين إلى أبد الأبد. قال الذين حق عليهم قول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أتبعنا كلهم، أغويناهم كما غوينا، إحنا ضلينا وجبناهم معانا، تبرأنا إليك، ما كانوا إياك يعبدون. وقيل ادعوا شركاءنا، فدعوهم، ندوهم بقى الصروف عليهم: يا سيد، يا فلان، يا ريس، مفيش. فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم مرة أخرى فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ أرسلت رسلي وأنزلت كتبي، أروني كم حكم من أحكام أقمتم وكم حد من حدود أقمتم وكم خلق من الأخلاق التي دعوتكم إليها لا يتخلفتم. كل واحد فينا مطلوب يراجع نفسه مع كل أحكام الله، حدوده، أحكامه، أدابه، تعليماته، الأخلاق التي دعا عليها، العبادات التي دعا عليها، المعاملات التي دعا عليها. إحنا منها فيه هنسأل هذا السؤال واحد واحد: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولا محامي معك يسددك. أنت مطلوب الدفاع عن نفسك بنفسك. إذا كنت لا تملك الإجابة الآن، هتملكها لما ترى أهوال القيامة. التسبيح من الله وحده، والذي لا يثبت في الدنيا لا يثبت في الآخرة. قال تعالى: ويثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، التثبيت منه، ما لم نتذلل ونتضرع ونناشد الليل والنهار أن يثبتنا في الدنيا الآخرة. لا ثبات، لا ثبات، مطلوب استمادة في طلب التثبيت. أقول استمادة يعني مش مرة واثنين تدعو، ده حياتك كلها فرغها لهذا إن استطعت. بل هذا سيد الخلق،
وأعرف الخلق بالخالق صلى الله عليه وسلم. تصف حاله زوجه أم سلمة تقول كان جل دعاء النبي أكثر ما يدعو من ربه اللي شغل باله من النهار الذي يؤمل فيه أكثر من غيره ويرجوه أكثر من غيره. كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وسلم، ثبت قلبي على دينك. التثبيت من الله وحده مسألة خطيرة جدا، وكلنا في أمس الحاجة أن ندركها، بل أن نفزع إلى الله الليل والنهار نسأله هذه الكلمات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لحظة قد تزل فيها ينتهي الأجر فيها، فتلقى الله على هذه الحال. ومن مات على شيء كما جاء في الحديث يعصى عليه، من مات متردب بحديدة في لحظة لا يحتمل حياته يتردب حديدة، قال يأتي يوم القيامة يتردب حديدة في منجهل. ومن ألقى نفسه على جبل يأتي يوم القيامة ليلقي بنفسه من على جبل في قاع جهنم. واللي مات في طاعة يحشر عليه. من مات منبيا جاء يوم القيامة منبيا، مات في إحرامه يا رب الناس بتصوت القيامة ويقول لبيك فيحشر المرء على ما مات عليه. فيا ترى على أي عاقبة يموت؟ على أي شيء نلقى الله عز وجل؟ وأي إنسان في المراجع نفسه لو باغتته فجأة سيارة هيعمل إيه؟ هيصوت ولا ينطق بالشهادة ويستعد للموت؟ من يثبت ومن يهتز ومن يفكر في اللحظة دي أصلا؟ لو كل واحد يسترجع نفسه لعلم أنه على خطر عظيم، وأنه في أمس الحاجة للاستماتة الآن قبل غد، بل قبل لحظة تأتي. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. مسألة خطيرة جدا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ أولا كم آية أنفسهم؟ كم حكم؟ مطلوب نرجع أنفسنا مع كل أحكام الله وكل حدود الله وكل تعليمات الله. أين نحن كل واحد؟ حتى إذا سألنا غدا عملت إيه في دي أو لا عملت كذا؟ عملت إيه في دي أو لا عملت كذا؟ عندي إجابة ولا ما عنديش؟ ما عنديش يبقى أصدر من العقل دلوقتي. عشان فيك لابد من عرض قلوبنا وحياتنا على وحدة ربنا، لأنه محل السؤال غدا، وما لم نعد العدة فلا جواب عندنا. لذا يقول فعميت عليهم الأنباء لن يذكروا من وحي الله ولا أحكام شيء ولا حكم. مش هم العملاء هي اللي تعمل عنها. لن يتصوروها ولن يذكروا شيئا منها ولن يستطيعوا تزول حتى مقالة. مش فيها مقالة. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن فأولئك هم المفلحون. اللي تاب وأدرك نفسه حتى لو قصر فيما مضى يدرك نفسه الآن قبل وصول الأجل، قبل بلوغ الأجل، وقد يكون الأجل بعد ثانية. بعد ثانية التي في فرصة تبدا لم نغادر. والنبي يقول لا يزال الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغادر، ما لم تصلح الحكومة فرصة. ما لم نغادر نسارع في التوبة الآن قبل غد. كل واحد رجع نفسه الآن قبل أن يبرح مكانه. فأما من تابع من صالح فأولئك مفلحون. قال وربك يخلق ما يشاء واختار. اوعى تفكر ان لك اختيار في ملك الله. انت عبد. طلعت نزلت خدت الملك مسكت الحكم خدت فلوس ربنا جمع لك فلوس الدنيا انت عبد. وبالجزمه هترجع لي وبالقهر هترجع لي. ولا خيار لك لا في ولدتك ولا في رحيلك. والرب يحسن القضيه. وربك مش حد تاني يخلق ما يشاء. خلقك وخلق غيرك. ويختار هو اللي يختار مش انت. مش معنى انه اعطاك خيار في الاعمال تعملي فيها بطل وتصاحب حق وتصاحب حريه. حريه ايه مع رب العالمين؟
حرية ايه مع رب العالمين؟ حريتك في الطاعة لأمره ولزوم حكمه، مش حريتك في التمرد عليه وأنت مخلوق في ملكه، ولا نعمة في حياتك إلا منه، ولا عضو فيك إلا منه. لو عايز يذهب بصرك هيذهبه، عايز يسلب روحك هيسلبها. ما دمت اتلم وخد عندك دم وافهم انك انت عبد وهو سيدك رغم انفك، وربك يخلق ما شاء ويختار. ما كان له الخير، ما كان له الحق في الاختيار مع اختياره، ما كان له الخيره. رب العباد يخلقك وين عليك ويختار لك الطريق اللي ينجيك ويفلح لك دنياك واخرتك وتأباه. اي اختيار هذا؟ بئس الاختيار. اختار ايه؟ ما اختيار رب العالمين اللي خلقك، اللي اسبغ عليك النعمه، الذي سيقبض روحك، الذي اليه مصيرك ومآلك. من انت؟ من انت يا تائه؟ لابد ان تعرف من انت حتى تفيق وتعرف مع من تتعامل، مع رب العالمين، مع رب الملك. لذا تأتي الآن تفصل الدروق، وربك يخلق ما شاء ويختار، هو اللي اختار مش أنت. ما كان له الخيرة. هات لي أعتى عتات الأرض. اختارها لنفسي الميتة؟ اختارها لنفسي؟ يملكها؟ ولا أخذ فيها قهرا؟ بل رب العباد حتى لما ذكر أشد عتات الأرض قال قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء ودهوله، قال وتنزع الملك من تشاء. نزع مش بمزاجه، نزع بالقهر والقوه. وكل اللي اخذ منه الملك ما اخذ منه برضاه، بل اخذ منه بالقهر بالنزع. وما نزعه الا ربي. هيسبب اي اسباب؟ الاسباب مراد الله يقع بها وبغيرها وبضدها. فمراد الله يقع بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. والتاريخ خير شاهد في كل احداث الدنيا. ما كان لهم خيره. سبحان الله تعالى عن الشكور. وربك يعلم، اوعى تفكر في حاجه غيره. وربك يعلم ما تكن صدورك. انت بتفكر في ايه؟ الخواطر اللي في قلبك ايه؟ كلها مسطره عندك. وربك يعلم ما تكن صدورك. كل ما تخفيه في قلبك، في نفسك، في بالك، في عاطفتك، في فطرتك، في هواك، كل ما في صدرك يعلمه. أي أمر على الله بخير؟ أي أمر على الله بخير؟ وربك يعلم ما تكن صدوره وما يعلنون. وهو الله تعرفت بذاته حتى جعل. وهو الله لا إله إلا هو له الحكم، مش ليكم أنتم، وإليه ترجعون. الملك ملكه والحكم حكمه وقدره جال رغم موفل ووصلنا إليه بالقهر، وهو القاهر فوق عباده ويرسل على المحافظة حتى المحافظة الملائكة دي مش بك، مش بك يا مسكين، بتنام وترفص، من يحرسك على نومك؟ افقل ما تبقاش حمار. قل ما يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من أحسنكم منه؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا من يمنعك؟ جالك وأنت نايم، جالك وأنت بتلعب، هتردوا؟ إيه اللي جرالنا؟ ما الذي أصابنا؟ وهو الله لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون. ثم عقل، ده أعظم نعمة تعيشوا فيها في إيديه مش في إيديكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، هيظلم الدنيا كلها. كل قوى الأرض تستطيع أن تأتينا بضياء؟ قال أفلا تسمعون؟ لما ذكر الليل، لأن بالليل مش هتشوف، هتبقى البعيد أعمى، الظلم، الظلام. لكن بأذنك هتسمع. لذا ختم الآية قال أفلا تسمعون؟ إذا كنت تشوف هتسمع. في الظلم هتسمع. لو أن الله أبقى الأرض كلها ظلم، مش ونعد ليه؟ ما موجود في شبه الكرة الأرضية عندكم إيه؟ ست شهور بيخليها ليل وست شهور نهار. لو أراد يظلم الأرض كلها مين يمنعه؟
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة دائم، هنعرف نزرع؟ نعرف نحصد؟ نعرف نجمع نعم؟ ولكل ثرواتنا وحياتنا ضاعت؟ ما حالنا بسيطة بس، امسك الشمس من اللي يمنعه؟ من الذي يمنعه؟ والشمس شمسه والأرض أرضه والسماء سماءه والخلق كله خلقه، كلهم خلق وكلهم يعملوا بكلمة منه. ما تفكرش انك انت يعني بطل. بطل ايه؟ اتنقل عليك، اتلم، خد عندك ده الملك، ملك مش ملكك. واللي بيتحكم في شمس الارض هو مش انت. والنمرود اللي ادعى انه اله لما اتمرد وانا احيي واميت، سيدنا ابراهيم قال كلمه واحده بس، قال ان الله يهدم شمس المشرق فات المغرب. تعرف تجيبها؟ تعرف تجيبها؟ ده اذا كنا احنا الارض جنب الشمس لا يساوي واحد على مليون، ابو تفر ده هينقل الشمس مكانها؟ هيغير من شكلها؟ ايه اللي جرى لنا؟ احدى عدات الارض هيروح في ايه؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتي بالضياء افلا تسمعون؟ بلاش ليه؟ هي خليها لكم النهار خالص. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سردا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ثبت الشمس بيد نهار على طول نعرف نعيش وننام. يقول من رحمتي، من رحمتي بالكل بكل الخلق كل العبيد جعل لكم ليلة تسكنون فيها النهار وبصرا ثم يرجع المرء خلوه يوم يناديه تجيه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا. من الشهيد ده؟ من قام لله بالحجة في الأرض، الرسل، الأنبياء، الدعاء إلى الله اللي بلغوكم كلام الله. لما ربنا يسعى من كل أمة واحد من دول يقول للكل الراجل ده بلغكم، هاتوا برهانكم، هاتوا إيه؟ هنقول له إيه؟ ما بلغنا كلامك؟ ما سمعنا عن وحيك؟ هنقول له ايه؟ ما قرأنا رسالتك؟ ما عرفنا انك رساله؟ هنكذب؟ قل هاتوا برهانكم. يقول تعالى فعلموا انه الحق. وكل كانوا فيه ايه؟ قال وضل عنهم ما كانوا يفترون. فجعل كل اعمالهم وحياتهم افتراءات. افتراءات. بل بعد ما جاب لنا قصه أعتى العتاة قالوا لما خرج في زينته يا سلام الدنيا كلها تتمنى لو كانت مثله. قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي خلق إنه لذو حظ عظيم. وهم كبير عايشين فيه أن صاحب المال والجاه صاحب حظ عظيم والكل عايز الجاه والسلطان. بل وصلنا لمرحلة الناس يتعاملوا مع الناس بهذا المقياس لا غير. انت معاك 1000 دولار يبقى قيمتك 1000 دولار، معاك مليون تساوي مليون، معاك مليار تساوي مليار. كارثة الأمة بل كارثة البشرية. كارثة البشرية ونعتمد ده الحظ العظيم اللي عنده المال والجاه والسلطان. يا سلام. وبعدين وبعدين قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. كل ده يساوي ايه؟ في شيء من نعيم الله. الصحابه في حديث صحيح صحيح البخاري لما حصل بعض الفتوحات في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا من بلاد فارس بقطعه حرير نادره جدا في منتهى الرقه والنعومه. الصحابه اول مره شافوها فكل واحد عمال يلمسها ويقول ما ارقها ما انعمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ، المناديل المستخدمه خير من الدنيا وما فيها. المناديل بتاعته كل متع الدنيا اللي تشوفينها دي ما تساويش المناديل اللي ماسكه سعد بن معاذ في الجنه. المناديل. وفي الحديث الاخر لما وصف الحور قال خمار الحوريه يعدل الدنيا وما فيها. كل
لي نعم الدنيا ما تساويش الخمار اللي سالحوا لي حتى القماش، لكن مش القماش بتاعي، حاجة تاني خالص، حاجة تاني خالص. وذلك لما وصف نعيم الجنة وجاء عند أعلى ما نعرف الحرير لم يجعل له ذكر، قال متكئين على فروش. وصف الفرش نفسها؟ قال لا، بطائنها من استبرق. الاستبرق امتن انواع الحل، حل نوعان، الرقيق منه الصيفي يسمى السندس، والمتين منه الشتوي يسمى الاستبرق. رب العباد وضع الاستبرق في البطانه من تحت، يبقى ظهر الكرسي عليه ايه؟ سكت عليه، لان فوق الخيال ولا يمكن تخيله، لا يمكن تخيله. لذا ورب العباد إذا سكت عن النعيم لعلمه بعجز خيالات الخلق عن تخيله، أعلم هذا الحقيقة. إذا أوصف البطانة ولا أوصف الظهر، أرق ما تعرفوه في البطانة من تحت، يبقى الظهر عن إيه؟ نفهم. لذا عقب الله بعد القصة قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصبرون. النتيجة في الدنيا قبل الآخرة وجدها أهل الإيمان ووجد العقوبة أهل العصيان. يقول تعالى فخسفنا به وبدر الأرض. هارون له كنوزه اللي كان بيتعالى في الأرض صار فين؟ يجلجل في قاع الأرض إلى خمس ساعة. راح فين؟ نفعته كنوزه؟ نفعه كبرياءه؟ نفعه زهوه؟ نفعته زينته؟ رايحين فين يا اخوانا؟ اسالوا القبور وقال لي اين المعز واين المحتقر؟ تساووا جميعا ومات الخبر. يقول سلفنا الحمد لله الذي قصب بالموت ظهور الجبابره وقطع به اعناق الفراعنه وكسر به قصور الاكاسره وقصر به امال القياصره فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ فين الملوك؟ ها؟ هتقول لي أقوى ملوك الأرض راح فين؟ أقوى أغنياء الأرض راح فين؟ رحم الله علي بن طالب لما دخل يزور المقابر بكى وقال السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المغفرة، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، ما حالكم وما حالنا؟ أما عن حالنا فدياركم سكنت ونساؤكم نكحت وأموالكم قسمت، وأما عن حالكم ثم نظر الأصحاب قال لو أنهم أجابوا الآن لقالوا لو نذلنا لحظة في هذا الدعوة استطرع معنى الكلام لقالوا يعني الأمنية اللي ربنا ذكرها قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. دي صرخة الكل، صرخة الكل، مش هتقولها مرة ولا مرات، ده من موتك إلى الأبد تعد الأصابع الندم، أصابع الندم. عمر بن الخطاب لما مر على المقابر بعض الكفار بكى بكاء شديد، قال كم ضحك هؤلاء المضحكات في حياتي، بكى مرة، كم يساوي ضحكهم أمام بكاء لا ينقطع من موتهم إلى أبد الأبد، لا في القبر ينقطع ولا يوم القيامة ينقطع ولا في جهنم ينقطع. كم تساوي ضحكاتنا؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وهل يلقاها إلا الصابرون. يقول تعالى فخسفنا به بالأرض كله خلص، وأصبح الذين تمنوا مكان أمس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويعبده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. يقول تعالى معقبا تلك الدار الآخرة آية شيء ابن عباس يقرأها يبكي ويقول عبارة عجيبة
تلك الدار الآخرة نجعلها لمين؟ قال للذين لا يريدون علوا في الأرض. تعالى على مين؟ ولا فساد. لا تعالى على ربه ولا أمره ولا حكمه ولا كل ما دعا إليه هو رسوله، ولا يقبل أن يخالف له أمره في افسد. هم دول أهل الآخرة، هل يا ترى نحن منهم؟ أم خلطنا المعاصي بالحسنات؟ يا ترى حالنا حال يرضي نطمئن معه أن آخرتنا ستسلم؟ لا إله إلا الله. لله درع الله رواح يبشر بكذا، يبشر بكذا. واعقد النبي الهواء يا ابو موت يقول احنا رايت زيد بن حارثه فان قتل في جعفر فان قتل في عبد الله بن رواحه، والنبي بشر بقتله فان قتل فاختار ما شئت، واذا قال النبي فان قتل علم الصحابه يقين انها الشهاده. السلاسه خمسين واعلموا انها الشهاده وانها النهايه، لكن على طاعه وهي بشرى من رسول الله. ومع ذلك لما خرج الدؤوب انفجر عبد الله بن رواحه في البكاء، فقالوا يا ابن رواحه أتبكي جزعا من الموت ومن الشهاده؟ قال لا والله، ما تذكرت آية في كتاب ربي فيها يقول تعالى عن جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كلنا سنمر عليك، كان على ربك حتم مقضي. ثم من الذي ارتقى؟ يقول ابن راحة أبكاني أنني لا أدري إن وردت غدا جهنم إلى أي المصاد سأصدر، يا ترى إلى قاع جهنم أم إلى الجنة؟ المبشر بالجنة يبكي، فكيف بمن لم يبشر؟ إلى متى الغفلة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض على أي أحد ولا فسادا، ولا فسادا. نكرها أي نوع من الفساد، أي نوع من الخطأ من مخالفة لأمر الله. يقول ابن عباس في هذه الآية من ظن أنه أفضل عند الله من أي مسلم ضعيف ولا فقير ولا متبهدل ولا حد متهببه فهو ممن يريد العلو في الأرض الفساد. لا بد ان تغبط نفسك، مش تغبط غيرك. واحنا شرحنا بكده وركبنا ايه؟ بطر الحق، وشرحناها. وغبط الناس هذه غبط الناس ان انت شايف ان ده اقل منك، اقل منك في المال، اقل منك في التفكير، اقل منك في التعليم، اقل منك في الجاه، اقل منك في اي حاجه، وشايف انك نفسك انت فوقه. دي كارثه. انت مين؟ أتدري عن حاله مع ربي؟ أنت تعلم من حالك ما لا تعلم من حالك، فكيف تقيس ظاهره وحده على حالك وتنسى أن باطنه قد يكون خير من باطنك؟ وده أدب عالي جعل السلف يبكون أمام أدنى الناس خوفا من أن يكونوا أزكى عند الله منهم، فيجل الكل ويحترم الكل ويرفع الكل ويغمض نفسه. عمر بن الخطاب لما يأتي الخبر في غزوة نهاوند يسأل أكبر المسلمين، قال قتل اسلم، انتصرنا الحمد لله، انتصرنا وعلى جيوش ضخمة أكثر من 100 ضعف على جيش المسلمين. مع ذلك سألهم أخبار المسلمين إيه؟ قالوا استشهد فلان يبكي، استشهد فلان يبكي، استشهد فلان يبكي. ثم قال أمير المؤمنين واستشهد أناس لا أعرفهم عمر فانفجر في البكاء. أقول ماذا يدينه أن لا يعرفهم عمر إذا كان رب عمر قد ارتضى وخصه بشاء؟ ماذا يدينه أن يعرف بين الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
قال والعاقبة للمتقين. للمتقين كلمة ترهب وترعب. إذا لم ندخل في المتقين فكيف لنا العاقبة؟ كيف ننالها؟ ورب نص أنها للمتقين وحده. رحم الله عبد الله بن عمر لما وقف بعرفة يوم عرفة وحانت ساعة النفرة والناس فرحوا لنفرتهم وأدائهم ووقوفهم، وابن عمر يبكي يبكي ويبكي ويقول: لو علمت أن ربي قد قبل من عمري كله. ابن عمر الورع الصواب القواب العابد الزاهد المجاهد العالم المحدث، قل فيه ما شئت وهو فوق ما شئت. المزكى الرسول له في تغيير الرؤيا لاخته حفصه يقول لها: ابن عمر عبد صالح لولا انه كان يقوم ليل فترك، يقول ابنه: فما ترك القيامه بعدها حتى لقي ربه. عبد الله بن عمر يقول: لو علمت ان ربي قد قبل من عمري كل سجده واحده ما كان غائبا احب اليه الموت، لان الله يقول: انما يتقبل الله المتقين. وانما تفيد الحصر اي لا يتقبل الله الا المتقين، فلو قبل مني سجده واحده لدخلت بها المتقين. فهل يا ترى لنا من العمل ما الرب قبل حتى ندخل في المتقين؟ نفزع الى الله، نناشد الله ان يعيننا على عمل يقبله يرضى عنه، لو قبله لدخلنا به في المتقين. هذا حال من عرفوا، هذا حال من عرفوا. بل رحم الله سفيان العيين لما وقف بعرفة يوم عرفة وحلت ساعة النفر وقف يصرخ ويقول: اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنب. سفيان من أئمة التابعين، أتم الله له حفظ القرآن وعمر 4 سنوات، ثم جمع الله في صدره كل أحاديث النبي وسيرته حتى صار موسوعة حدثية واحدة. يوم مات عبد الله مبارك يبكيه ويقول: لقد دفن اليوم ثلث العلم. سفيان يعين قاضي القضاة، ما عرف الناس ذنبه إلا عند موته. الذنب اللي أبكاه وجعله يفزع الله يقول: اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. ذنب واحد من الذنوب خايف رد الجمع كله بسببه. ما افصح عن ذنبه الا عند موته، لما دخل اصحابه وقال: ابشروا سفيان، وهذه سنه نحن نبشر باحسن اعمال عند الموت لعله يعطي لقاء الله فيرضى الله لقاءه. السنه هكذا، لم يأسوا لم يأسوا، فدخل يبشروا فبكى وصرح قال: والله ما علمنا عليك في حياتك قط جورا في قضية واحدة. قاضي ما جاب عمره لغاية ما أوزعك. قال: أبكتني قضية واحدة، فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء من حب أو بغض أو توقيق أو تحقير أبدا، إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ورجل من الكتاب. فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أمير رمز الأمة واللي بيقضي واحد غير مسلم. فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أمير مع أني لم سمعت البينة. حكمت للكتابية على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق، ولكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكم. هذا حال من عرفوا، فلما انعدمت معاصيه حصروه عرفوا وفزعوا بأمهم. ولكثرة معاصينا عز علينا أن نعددها ونصيها. فإن كان هذا حالنا في الدنيا فغدا بها سنلقى الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسبه. احصاه الله.
أحصاه الله ورسوله. تحتفل هذا القدر. وأسأل الله عز وجل الذي ختم السورة بهذا الختام العجيب ليقطع كل الشكوك والظنون، قال كل شيء هالك بالموجة، وكل شيء دخلنا فيها جميعا فكل ناشر، كل شيء هالك إلا وجهه. آية تفصل ضلوع أعق الكل عاقل، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ما في واحد منكم إلا هالك، ما في واحد منكم إلا ميت، ما في واحد منكم إلا محشور، ما في واحد منكم إلا محاسب، كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم، له الحكم في كل الأمور، شئتم أم أبيتم، رضيتم أم كرهتم، له الحكم وإليه ترجعون. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا من ترى حالنا وتعلم مكاننا ولا يخفى عليك أمر من أول إذا، اللهم يا من أحصيت علينا ذنوبا من يغفرها غيرك، الله إن لم تغفر فلا غفر، وطر إن لم ترحم فلا رحم، فلا رحم. أنت أمد لنا، أنت أمد لنا، أنت رجاء، أنت رجاء، أنت رجاء لنا، حتى الفجر فلا رحم. اغفر لنا الذنوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله. السلام عليكم.